في ملفنا الأول في سياق التغييرات السريعة والتحديات المستمرة التي تواجه المجتمع الإسرائيلي، تظاهر مواطنون في مدينة حيفا اليوم الخميس للتعبير عن استيائهم ورفضهم لما وصفوه بالانقلاب القضائي، وجرى الاحتجاج خارج مؤتمر حضره عدد من الأعضاء الرئيسيين في الائتلاف بما في ذلك أعضاء الكنيسة من حزب الليكود. ومعنا عن هذا الموضوع من حيفا مراسلنا مجد دانيال. أهلا وسهلا بك مجد، حدثنا عن عدد المشاركين تقديرا في هذه التظاهرة، وما الجديد لديك أيضا؟ نعم بالفعل مرام، نحن نتواجد يعني في هذه الأثناء في مدينة حيفا في البلدة تحت يعني على وجه التحديد في منطقة المحاكم هنا يعني ومنطقة المكاتب الحكومية، يعني كما يمكن أن تلاحظون حيث يقام من خلفي وفي هذا المبنى على يميني اجتماع لعمليا نشطاء الليكود ولعمليا رئيس قائمة الليكود في مدينة حيفا المترشح للانتخابات في مدينة حيفا لرئاسة البلدية يانيف بن شوشن، وذلك أيضا عشية رأس السنة اليهودية. وحيث يتواجد أيضا في هذا الاجتماع، أتى إلى هذا الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، وأيضا عمليا رئيس لجنة الأمن والخارجية عمليا يولي إدلشتين، وأيضا رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، بالإضافة إلى عضو الكنيسة عن الليكود أرييل كلنر. يعني عمليا أتوا إلى هنا بهدف دعم مرشح الليكود في الانتخابات المحلية هنا لبلدية حيفا لرئاسة بلدية حيفا، ونحن نعلم بأن يعني أيضا هذا المرشح يانيف بن شوشن أيضا يستغل التحريض على العرب وعلى المواطنين العرب في مدينة حيفا في حملتها الانتخابية ردا على هذه الزيارة. كما تشاهدون من خلفي يتجمع العشرات من أعضاء عمليا ونشطاء الحراك الاحتجاجي في مدينة حيفا هنا لإسماع صوتهم وإسماع صرخاتهم عمليا ضد هذه الزيارة وضد أعضاء الليكود وضد النشطاء الذين يشاركون. وكلما كان يعني يأتي المؤيدون للليكود الذين يودون أن يشاركوا في هذا الاجتماع ويودون أن يدخلوا إلى هذا المبنى، يقوم المحتجون عمليا باعتراضهم وبالصراخ والهتاف نحوهم، يعني يقولون لهم عليكم أن تخجلوا من دعمكم لهذه الحكومة ولحزب الليكود. يعني كما تشاهدون الآن في هذه الأثناء هناك أيضا يعني نشطاء من الليكود يخرجون من المبنى ويعني يتعرضون للصافرات وللهتافات من قبل المحتجين، وهم يتذمرون من ذلك كما تشاهدون. أيضا سيتم يعني بعد قليل عرض فيلم عن رئيس الليكود السابق مناحم بيجن في رسالة عمليا من المتظاهرين بأن الليكود خرج عن مساره الطبيعي في ويعني تحول إلى حزب الشخص حزب الشخص الواحد ويدور حول بنيامين نتنياهو. نحن نعلم يعني مرام بأن هذه الاحتجاجات الآن تأتي في ظل أسبوع عاصف بعد النقاش والمداولات في المحكمة العليا يوم الثلاثاء في عمليا إبطال قانون عمليا تقليص ذريعة عدم المعقولية، واستمر هذا النقاش في المحكمة لاثني عشر ساعة وشهدنا هجمة شرسة من قبل إن كان يعني أعضاء الائتلاف الحكومي وأيضا من قبل عضو الكنيسة روتمان على المحكمة العليا، واتهمها بأنها عمليا تقوم ب يعني تقوم بمصالحها وبخدمة مصالحها الشخصية، وعليها أن لا عمليا تنظم هذا النقاش من أصله. يعني كما يمكن أن تشاهدون ما زالت الحشود، ما زالت الأعداد والمحتجين يتواجدون هنا خارج هذا المبنى، يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون ضد وزراء الليكود وضد عمليا إقامة هذا الاجتماع، و
بطبيعة الحال مرام، يعني نحن سوف نشهد عدة احتجاجات من هذا القبيل لربما في الأسابيع القادمة حتى موعد الانتخابات البلدية لرئاسة بلدية حيفا ولجميع المدن في البلاد، حيث يعني قد دعا عمليا منظمو الاحتجاجات بالتصويت والخروج والمشاركة بأكبر عدد ممكن من قبل الجمهور الليبرالي المعارض للحكومة والمعارض للاحتجاجات من أجل إسقاط قوائم الليكود وقوائم اليمين من عمليا جميع البلدات والمدن اليهودية. بطبيعة الحال نحن سوف نبقى هنا ونواكب التفاصيل وننتظر خروج الوزراء من الليكود من هذا المبنى لنرى كيف سيواجههم أيضا المحتجون هنا إن كان بالهتافات والشعارات. يعني كما تشاهدون يعني بعض الشعارات كتب عليها بدون المحكمة العليا لا يمكن لنا أن نكمل في هذا المسار. يعني إلى هنا نعود إليك مرام. نعم مجد، شكرا جزيلا لك، اتضحت الصورة ووافينا بالتفاصيل حالما ينتهي هذا الاجتماع، اجتماع لناشطي حزب الليكود. شكرا جزيلا لك مجد نيال، كنت معنا من حيفا.